التصوير هو انك بتوقف الزمن عند لحظة معينة. الكورس ده مش بس هتتعلم فيه ازاي تمسك كاميرا او تعرف تصور، الكورس ده هيطور طريقة نظرتك لأي صورة هتصورها بعد كده. تصوير بحر كبير من عدسات التكنيكس الكاميرات الألوان الإيديتنج والقصص اللي ممكن تحكيها بمجرد تدوس على الشطر. كل صورة وليها قصة، كل قصة ومحتاجة مصور شاطر يلقط أحسن ما فيها. كل الشركات أو البراندات الكبيرة أو الصغيرة اللي موجودة في العالم مش هتعرف تعرض شغلها من غير الفوتوغرافي. بورتريت، برودكت، فاشن، فود، كل دي أنواع من الفوتوغرافي هنتعلمها ونحترفها مع بعض. The App Concept هتقدم فرصة تدريب كاملة لصاحب أفضل مشروع هيخرج من كورس الفوتوغرافي. سجل اسمك دلوقتي عشان تبدأ رحلتك الحقيقية في الفوتوغرافي.